وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير، اليوم سوف نرى مجموعة من الجمل والعبارات، هيا لنبدأ، إذا أول عبارة سوف نبدأ بها فيديو اليوم وهي: قل لرن نصل قتشيور، نصل كيف تمر ايامك؟ Günlerin nasıl geçiyor? كيف تمر ايامك؟ Günlerin nasıl geçiyor? Burada ne işin var? Burada ne işin var? ماذا تفعل Burada ne işin var? ماذا تفعل؟ هنا. Burada ne işin var? Burada tanıdıkların var mı? Burada tanıdıkların var mı? Hal yujadu ledek huna? Yani şahs tarifu huna? Burada tanıdıkların var mı? Hal yujadu ledek ma'arif huna? Burada tanıdıkların var mı? برضه تندق لارن بارما هل يوجد لديك معارف هنا؟ برضه تندق لارن بارما جدي مسن هل أنت جاد؟ يعني هل تتحدث فعلا؟ جدي مسن هل أنت جاد؟ جدي مسن هل أنت جاد؟ جدي مسن، جدي ولا جدي أولى لا يمكن ان تكون جاد يعني غير معقول جدي أولى لا يعقل ان تكون جاد او لا يمكن ان تكون جاد جدي أولى لا يمكن أن تكون جدا، جدي اولماستون، قايد جديم، قايد جديم، أنا جد للغاية، قايد جديم، أنا جد للغاية، قايد جديم، هاير <applause> شاكايا بيورم، حاير شاكايا بيورم، لا أنا أمزح. çok giden ben fakat muzah makum hayır şaka yapıyorum la hayır ya la hayır şaka yapıyorum ana muzah şaka yapıyorum ana muzah şaka yapıyorum Allah Allah bu işin şakası yok bu işin şakası yok لا يوجد مزاح في هذا العمل. بويشن يوك لا يوجد مزاح بهذا العمل. بويشن شاكاسيوك، تمام، سرنديل، سرنديل. لا مشكلة أو لا بأس، سرنديل. يعني حسب الوضع عندما نكون نتحدث عن خطب ما او شيء يمكن ان تعني ليس مشكله لا مشكله اما مثلا عندما يسقط مثلا ضربت شخص هكذا او شيء فتقول له هل هناك مشكله اعتذر مثلا فيقول لك لا باس لا مشكله يعني لا يوجد خطب صورون ديل لا مشكله او لا باس بي مفر مي فار هل يوجد شيء او بمعنى هل يوجد خطب ما بير شيء فار هل يوجد شيء او بمعنى هل يوجد خطب ما بير شيء فار نري كايب اولدون نري كايب الى اين اختفيت نري كايب الى اين اختفيت Nereye kayıp oldun? İle eyna ixtifayt. Nereye kayıp oldun? Naptığını saniyorsun? Naptığını saniyorsun? Fil ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne fil sanıyorsun? Ne Ama sanıyorsun? kitabeten Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? fa'ilen. ني يابطلن ماذا تظن نفسك فاعلا؟ ما سان يوسون، ساتش, ساتش مالاما، لا تتغابى أو لا تهذي، ساتش مالاما، لا تهذي ساتش لا تتغابى، يعني لا تقل كلاما فارغ، ساتش مالاما. ساتش مالاما لا تتغابى او لا تهذي ساتش مالاما دي كاتت من جيرك يور من جيرك يور يجب ان تكون حذرا دي من جيرك يجب ان تكون حذرا دي من يور يجب ان تكون حذرا دقاته من gerekiyor الله يصديس يبصم الله يصديس بوصن لا قدر الله <applause> هي تعني حرفيا لو كتبها الله فليمنعها يعني لو كانت سوف تحدث فليمنعها الله بمعنى لا قدر الله يعني في حديثنا اليوم تعني لا قدر الله الله يصديس بوصون لا قدر الله الله يصديس بوصون الله يصديس بوصون لا قدر الله الله يصديس بوصون جل إلى اللقاء إلى اللقاء وإذا أضفنا لها كلمة كولان الاستعمال أو الاستخدام تصبح استخدمه بالهناء هذه نقولها عند إعطاء هدية قل قل حسنا إذا قل قل استخدمه بالهناء أو استخدمها بالهناء حسب الشيء يعني قل قل و قل قل فقط إلى اللقاء قل قل وكذلك هناك هوش شقال دمت سالما او دمت سالمه هوش دمت سالما هذه عند السفر او اللقاء سوف تلتقون بعد وقت طويل هوش دمت سالما هوش هكذا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم امل ان يكون قد نال اعجابكم واستفدتم منه واراكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله دمتم بخير الى اللقاء